بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن مراحل الأمة، عن النبوة ثم الخلافة الراشدة، ثم تكلمنا عن الملك العضوض، ثم عن المرحلة التي نعيشها الآن وهي الملك الجبري في معظم بلاد المسلمين وإمارة ورحمة في بلاد الحرمين، وتكلمنا عن المرحلة الخامسة القادمة وهي مرحلة خلافة على منهاج النبوة والمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بقي مرحلتان تكونان بعد موت المسيح، المرحلة السادسة والمرحلة السابعة. الفاصل بينهما هو طلوع الشمس من مغربها، فقبل طلوع الشمس من مغربها هناك توبة، وهناك قرآن، وهناك إسلام، وهناك دعوة وتكليف. أما بعد طلوع الشمس من مغربها فتنقطع التوبة ويتوقف التكليف ويرفع القرآن من المصاحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا منظر لغروب الشمس في مكة المكرمة، منظر ألفناه يوميا منذ أن خلق الله السماوات والأرض، تغرب جهة جبال جدة البحر الأحمر، منظر جميل أخاذ. ولكن يحدث أمر غريب بعد هذا المنظر الجميل. ينتظر الناس طلوع الشمس من المشرق كما هي العادة، ولكن تفاجئهم بطلوعها من المغرب، من جبال جدة، من جهة البحر الأحمر. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل انتظروا إذن بعد موت المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تمر الأمة بمرحلتين، مرحلة فيها قرآن وإيمان وتنتهي بطلوع الشمس من مغربها، ومرحلة السابعة الأخيرة وهي مرحلة الجاهلية الأخيرة، مرحلة شرار الخلق الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. في الحلقات القادمة سوف أبدأ بالحديث عن المرحلة السادسة، مرحلة الدخان، وفيها 14 علامة من علامات قيام الساعة، نتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله.